نشر في موقع الهيئة نت: القسم الإغاثي في الهيئة يدعم عائلات النازحين في محافظة السليمانية بمساعدات إنسانية. وفي العربية اللندنية نقرأ تحت عنوان: أحزاب إيران تتهم العبادي بالتواطؤ للإبقاء على الوجود العسكري الأمريكي. أما في البيان الإماراتية فنطالع: واشنطن تحذر العراق من شراء منظومات S-400 الروسية للدفاع الجوي. ونتصفح في موقع الخليج أونلاين: 464 قتيلا حصيلة 6 أيام من قصف الغوطة الشرقية. ونطالع في القدس العربي أيضا: مجلس الأمن يرجئ التصويت على قرار الهدنة في سوريا للسبت. نشر في الحياة تحت عنوان: مسؤول أمريكي يتوقع فتح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة في أيار المقبل. ونقرأ في الشرق الأوسط: واشنطن تفرض عقوبات هي الأقصى على كوريا الشمالية.